حصار المدنيين مدان بأي شكل من الأشكال. وصلنا لهون بعد ما تركيا هاجمت عفرين واحتلت عفرين، وصلنا على مناطق الشباب ب 18/3/2018. بعد ما وصلنا هون بأسبوع فقط النظام قطع عنا المحروقات والمواد الغذائية بعد مفاوضات عسيرة، بعد تدخل جهات عديدة فكوا الحصار. عاود النظام بال 2019 أكثر من مرة لاتباع هذا الأسلوب وقطع كل شيء عن الشباب، مناطق الشباب. بال 2020 أيضا عاود بشهر السابع، أيضا لشهر كامل عاود قطع المواد الغذائية. والآن أصبح لنا بقرابة 3 أسابيع قطع عنا النظام كل شيء، المواد الغذائية، المحروقات بأشكالها، الغاز والمازوت والبنزين وما إلى ذلك. طبعا المواد التي تصل إلى هنا تصل عن طريق، إذا إن وصلت تكون بأسعار باهظة عن طريق المهربين أو التجار. فأنا برأيي الشخصي هذا الأسلوب هو أسلوب يلجأ إليه الضعفاء، يعني حصار المدنيين العزل المهجرين من أراضيهم هو أسلوب رخيص، علاقات موجودة بيننا وبينهم، لكن يبدو أن هناك عندما يتم سؤال القيادة يقولون إنه تصرف فردي، لكن لا أعتقد أنه تصرف فردي، لأن قائد الفرقة الرابعة موجود، المخابرات العسكرية موجودة، بكافة فروع الأمن موجودة على الطريق، وكأننا أمام عدو شرس. متناسين أننا أيضا سوريين، وأن أيضا أبناء هذا البلد، وهذا البلد لنا جميعا وليس للفرقة الرابعة أو الأمن الجوي لوحده. إذن يعني الوسيلة الأمثل هي أن نتفاهم، أن لا نضع المهجرين المدنيين في حساباتنا السياسية أو العسكرية.